في بقى الموز مع البيض مع كاكاو الباودر مع شوية حاجات كده ممكن نعمل كيك خطير، ولا نحتاج لشوفان ولا أي حاجة. طب تيجوا نشوف هنعمله ازاي؟ يلا بينا. على فكرة كل المكسرات معانا، كل المكسرات معانا في النظام الخالي من الجلوتين. طيب عندي هنا كيك صحي بالشوكولاتة، عبارة عن ايه؟ موزتين حلوين هنهرسهم، هنحط عليهم بيضتين، هنحط عليهم معلقتين كبار زبدة فول سوداني، معلقة كبيرة عسل أبيض. تمام تمام. عندنا هنا بقى 150 جرام كاكاو خام خام، معلقة برضو ممسوحة كبيرة أو صغيرة مليانة من بيكنج باودر، وعندنا معلقة صغيرة من الفانيليا وشوية شوكليت شيبس. تاني نقول المقادير سهلة جدا، طبعا زهرة الملح معانا، نقطة الخل دي معايا أساسية في كل حاجة. نقول تاني المقادير سهلة جدا، هنعمل كيك شوكولاتة، ممكن طبعا تبقى يا جماعة عادي كاب كيك برضو. موزتين، بيضتين، معلقتين كبار زبدة فول سوداني، معلقة كبيرة عسل أبيض، 150 جرام كاكاو خام، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة فانيليا وتشوكليت شيبس. بصي بقى عندك ممكن وانتي بعد ما تقطعي عايزه تظبطي الولاد اكتر، تحط لهم شويه ايه، شوكولاته، شويه زبده فول سوداني، زي ما انت عايزه. اوكي تمام. عايزه اقول لكم الكيك دي هتطلع معاكم حلوه قوي قوي قوي، وبعدين سهله وسريعه، وعلى طول كل حاجه في الكبه، ولا مضرب بقى ولا خلاط ولا اي حاجه. يعني حاضر، الموزايه اجيبها كده واقطعها. كل ما كانت الموزة عندي خضرة كل ما كانت الألياف فيها أكتر. قيسوا على كده كل الفاكهة، كل ما كانت عندي الفاكهة ناشفة ولونها لسه ما بقاش أصفر أو أهي، بصوا كل ما كانت لونها أخضر كل ما كانت الألياف هنا أعلى من الموزة المستوية. الموزة المستوية النشويات فيها أعلى، لكن هنا بالخضار ده بالنشفان ده الألياف فيها أكتر. يا حاجة نعمة، الو. ايوه يا بيبه، يا روح قلبي، ازيك انت يا روح؟ عامله ايه؟ الحمد لله، صباح الورد والفل والياسمين. صباح الفل عليكي يا روحي، صباح الجمال يا حبيبتي. عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. هتغني لنا ايه النهارده؟ نعم هتغني لي ايه النهارده؟ ما غنيتيليش امبارح، اضحكي عليا. يا بيبه اللي انت عايزاه، بس انا نفسي يا بيبه انا كاتبه حاجه كده لأهل غزة بقالي شهرين، نفسي أقولها. قولي يا روحي، يلا قولي. بس عايزة أقولك قبل ما أقولك، عايزانا أغنيلك حاجة قدامنا للأيام كتير يعني. ماشي، بس أنا أقول الكلمتين دول لأهل غزة يعني. ماشي. تخيلتهم كده وهم بيكلموا الزمن يعني. ماشي يا روحي قوليلي. فعايزة أقولك حاجة قبلها، أنت الولاد، أنت تتكلمي على المدارس والولاد وكده، فالعيل يا بيبه صاحبيه كوني صاحبته، بس ما تدلعيش. ما تدلعيش العيل. فهميكي. بس كوني صاحبته. فهميكي. انا صاحبه ولادي بس مش مدلعهم. يطلع العيل يحترمك طبعا، ويقدر كلامك ويقدرك، صح، ويعمل لك الف حساب. صح صح. انا معاكي جدا فيها. حبيبتي ربنا يخليكي. انا عامله كده مع ولادي. وديك الصحه يا رب. هم اصحابي. هقول لك بقى حاجه في دقيقه كده لاهل جده. قولي لي. علشان التليفونات يا حبيبتي، عشان حبايبي. ماشي يا روحي قولي لي. يا 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 زمن يا زمن، ما ترد بقى يا زمن، ما ترد بقى يا زمن، وقول ونسينا عملنا ايه يا زمن احنا واهالينا. ما ترد بقى يا زمن وقول ونسينا عملنا ايه يا زمن احنا واهالينا. امان عليك يا زمن ما تغير حاجة فينا. طب قول يا زمن، ده منك انت ولا من قلوب الناس؟ ده منك انت يا زمن ولا من قلوب الناس؟ عشان تدور يا زمن
وتسقي كل الناس. شكرا يا بيبي. حبيبتي حبيبتي ربنا يفرجها عليهم وعلى كل الناس اللي بتمر حقيقي بحروب وشرور صعبة. ربنا يهون الأيام على الجميع. بحبك، ربنا يخليك لينا. بصوا بقى انا هعمل ايه دلوقتي، حطيت الموستين واخدت حته قد كده، بصوا لي فيها حتتين قد كده. تعالوا نضرب بقى، هروح اضرب في الفاصل. ماشي، هضرب الموستين وارجع لكم نشوف هنحط عليهم ايه تاني. استنونا. مين يصدق ان دي ما فيهاش ولا نقطة دقيق واحدة ولا ربع ولا نص ولا اي حاجة من ريحة الدقيق؟ بصوا طالعة ناجحة ازاي، بصوا خطيرة ازاي، تحفة تحفة، تعجبكم جدا. طعم الكاكاو فيها مظبوط، مع احنا حاطين هنا زبدة فول سوداني مش حاطين سكر كمان اهو. بصوا اهي، تعالي مش مشكلة انت خالص، تعالي هنا، تعالي مع اختك حبيبتك هنا بس كده. ايه رأيكم؟ بصوا مديانا كمية قد ايه كل ده يا فيفا، بالطين اه ومستين اه، متخيلين؟ وبصوا حشة ازاي وتجنن، وطرية طرية ولا حتى شوفان ولا اي حاجة. بي مستين يا جماعة، وبالطين وكاكاو باودر وزبدة فول سوداني، شكرا بس كده. تيجوا نشوف بقى عملناها ازاي. يلا بصوا انا هنا ضربت، حاضر ثانيه واحده، انا هنا ضربت عندي، يلا نحطها كده، انا هنا ضربت الموز خلاص اهو، هحط شكرا، هحط عليه بقى البيضتين، وطبعا البيضتين يعني فانيليا. طبعا البيض معانا يا جماعه في النظام الخالي من الجلوتين اهو، خلاص هحط عليها طبعا الفانيليا، وهحط عليها الكاكاو الباودر بقى اهو، وهحط عليها البيكنج باودر وزبدة الفول السوداني وشكرا. نقول يا مارينا. الو 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 الو، ازيك؟ ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله يا حبيبتي، انتي اخبارك؟ الحمد لله والله، تسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها والله. ميرسي يا حبيبتي. انت اول مره تكلميني يا مارينا؟ اه والله اول مره. نورهان. نعم نورهان. نورهان اهلا بيكي يا حبيبتي، اهلا بيكي. كلمينا منين بقى؟ البحيره. اهلا بيكي يا روحي بكل اهل البحيره. طب قولي لي بقى، يعني عرفيني على نفسك. طب اول مره تكلمينا. انا اول مره اكلمك، بس انا اول مره اتابع البرنامج، بس حضرتك عجبتني خالص اسلوبك وطريقتك في الكلام يا حبيبتي، ويعني الحاجات اللي بتعمليها والله تسلم ايدك، وحاجات كلها صحيه ومفيده يعني حبيبتي. ان شاء الله والله شهاده شهاده والله، اعتز بيها والله. يعني اول مره تشوفينا وكلمتينا، ده انت خدي 30 40 الف بوسه يا شيخه. والله شكرا شكرا بجد، شكرا حقيقي. لا بجد مبسوطه منك. رحتي فين يا نهند؟ احنا لسه بنتعرف. لا مش اول مره اكلمك ان شاء الله كتير يعني. اه على طول بقى كلمينا، حطيت عليا شوكولاته، كلمينا على طول بقى ان شاء الله. ان شاء الله نورتينا يا حبيبتي، مع الف سلامه. حطيت كل حاجه عندي، كل حاجه يعني، يا دوبك ضربت الموز، حطيت البيض، حطيت الفانيليا، حطيت البينات باتر اللي هي زبده فول سوداني، حطيت الكاكاو، حطيت ايه البيكنج باودر. تعالوا بقى نضرب كل ده. نحط كده ايه معلقتين بس زيت، ماشي، وممكن كمان نحط لو عايزين معلقتين لبن، بس مش اكتر من كده عشان هي ما تبقاش سايله. شايفين دي مش حاطين غير معلقتين زيت بس، شايفين الكيك الخطيره اللي احنا عاملينها دي؟ مش حاطين غير معلقتين زيت بس. بس شكرا انا خلصت، انا بس كده ايه اقلب عندي اهي الموز
انا خلصت. بصوا هي بيبقى قوامها عامل ازاي، عايزه اوريكم قوامها عشان ما تتخضوش. اهي شايفين تبقى كده سميكه ازاي، وبتبقى كده سبحان الله تبقى كده سميكه، وبعدين بتتحول لكده سبحان الله. تعالوا بقى نحطها عندنا هنا في القالب اهي، ننزل كده ما كففوهاش بحاجه، هي معلقتين زيت، ممكن تحطوا لها معلقتين لبن مش اكتر اهي، وننزل بقى كده ما نسيبش حاجه. اوكي، على فكره انا عملتها بالكبه، هي تتعمل من غير اي حاجه، بس عارفين عملتها بالكبه ليه؟ علشان اتاكد ان انا الموز عندي اتضرب كويس جدا، لان الموز عندي يا جماعه لما بيبقى كده ناشف فانا بحس ان انا مهما عملت فيه مش هعرف ايه، بس انا عايزاه ناشف، انا عايزه فيه الياف اهو. يا ست ام وليد، الفل، يا صباح الورد، يا صباح الحب كله، يا راح قلبي انت، يا صباحك هنا وسرور، والله العظيم تستاهلي كل خير يا بيبا، يا راح قلبي انت، ربنا يخليكي ليا حبيبتي انت، والحب اللي الناس بتحبهولك من قلبهم والله، وانا كمان ربنا يعلم بحبكوا ازاي بجد، ما بين ايديكي وحب الناس ليكي بجد. أمين. بجد بجد امين، تستاهلي يا بيبا حبيبتي، ربنا يخليكي ما تحرمش منكوا ابدا ابدا، يخليلك ولادك ويسجيكي ويرضيكي يا رب، يا روح قلبي ربنا يخليكي ليا والله، بحبك يا بيبا وبحب بنتي اللي بترد عليا قوي حبيبتي، واحنا بنحبك جدا يا ست ام وليد، وبنحب صوتك وبنحب دعواتك والله، ربنا يخليكي ليا، انا بتفرج عليكي واللي بقدر اعمله بعمله والله، يا روح قلبي ده انا اعمل واجيلك اجيبهولك، بس كده ده كفايه فرجتك علينا حبيبتي والله، ده كفايه متابعتك وان انت بتكلمينا، ربنا يخليكي، ده دي لوحدها بركه اساسا، بحبك حبيبتي، وانا كمان، وانا كمان، قولي لي بقى ست ام وليد، ست ام كريم، قولي لي بقى ما شاء الله ربيتي رجاله طبعا، نصيحتك ايه لكل ست عندها اولاد ودايما تقول تربيتهم صعبه قوي؟ ايوه صعب 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 طب قولي لي، صعب الله يديكوا الصحه والعافيه ويرضيك، قولي لي نصيحه كده من ست ربت، نصيحه الام ما تتعصبش على العيل، انتوا بتطلبوا المستحيل يا جماعه، الام ما تتعصبش على العيل، هتشوفوا لنا نصيحه غير دي معلش بالراحه على العيل بالراحه اهي، دينا بتقول لي مش نافعه النصيحه دي، دماغه لما هيشوف عصبيه وما اعرفش ايه هي هيشنك والله هنحاول، والله يا ست ام وليد هنحاول، ربنا يخليكي ويديكي الصحه، ربنا يخليكي خليكي ليهم ولينا، يديكوا الصحه والعافيه حبيبتي يا رب، انا عندي منه والله، عندي ولاد بنتي ولاد ابني والله، ربنا يخلي لكم ولادكم حبيبتي، ربنا يخليكي لينا يا رب، وتفرحي بكل احفادك يا حبيبتي وحبايبك، وبسلم على حبايبي كلها، بسلم على نعمه، بنتي نعمه جميله حبيبتي، حبيبتي انت جميله، ربنا يخليكم لينا كلكم، تتحرمش منكم ابدا كلكم، ربنا يخليكم لينا حبيبتي، نورتيني الله يخليكي، سلم ايديك يا بيبا، يخليكي ليا يا حبيبتي، مع الف سلامه، الله يخليك. طيب بصوا بعد المكالمه الحلوه دي والدعوات الحلوه دي، تعالوا كده نرصص الكيك بتاعتنا، خطيره خطيره، بصوا يا جماعه تحفه، تخيلوا دي من غير دقيق خالص خالص اهي، بصوا عامله ازاي، انا بعد ما حطيتها في القالب حطيت عليها تشوكليت شيبس، خلاص تدخل الفرن على درجه حراره 180، هتقعد لها بتاع 30 دقيقه 35 دقيقه بالكتير قوي بالكتير قوي، طيب خلاص تطلع اسيبها شويه، على فكره من الحاجات اللي بتفك سريعا من القالب، بصوا ما بتلزقش خالص بصراحه، تحطوا ورقه زبده او تحطوا رشه زيت وكاكاو، او تحطوا ورقه زبده وتحطوا عليها بتطلع على طول، بصوا مديانا كميه حلوه ازاي. طيب معقول يا فيفا دي هترتفع وتبقى دي؟ هي دي نفس المقادير بنفس كل حاجه، درجه حراره 180 لمده 30 35 دقيقه، وبعدين نطفي عليها ونسيبها حبه جوه، نسيبها حبة جوه في الفرن وبس كده تبقى جاهزة عندنا، نخرجها خلاص ولا هتهبط ولا أي حاجة،